حبيت اعمل كوبيبة غمراوي فطلعت معايا بالشكل اللي هتشوفوه في اخر الفيديو. تعالوا شوفوا كده الفيديو معايا وشوفوا ايه الغلطة اللي انا غلطتها ونتعلم من بعض ونشوف ايه السبب اللي خلاها طلعت بالشكل ده. يلا نبدأ الفيديو، حطوا لايك واعملوا معايا اشتراك في القناة عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا نبدأ على بركة الله. واول حاجة جبتها هي الخضرة، جبت خضرة مشكلة من 3 انواع، البقدونس والكزبرة والشبت، وخدت منهم شلت الشوشة اللي هي الخشنة اللي في اول العود كده، وبعد كده خرطتها تخريط ناعم بالشكل ده زي ما هتشوفوا معايا بالظبط. وشوفوا الخطوات وقولولي ايه الغلطة اللي انا غلطتها في الوصفة علشان اتفاداها المرة الجاية، لانها بصراحة انا اتصدمت من النتيجة في النهاية انها طلعت بالشكل ده. شوفوا كده انا خرطت الخضرة بالشكل ده تخريط ناعم خالص زي ما انت شايفين. بعد كده هنشوف ايه اللي هنعمله بعد كده. جبت بقى 3 فصوص 4 فصوص كده من التوم وفرمتهم برضو بالهراسة زي كده عشان يطلعوا ايه ناعمين خالص. تمام كده، وبعد كده جبت بصلاية متوسطة زي كده وبالمبشرة وبشرتها. ركزوا معايا في الخطوات علشان تعرفوا ايه الغلطة اللي انا غلطتها وتقولوا لي عليها علشان برضو اتعلم منكم، وادي احنا بنتعلم من بعض نشوف ايه الغلطة اللي احنا غلطناها في الوصفة علشان نتفاداها المرة الجاية. بعد كده حاولت ان انا اخدهم في الخلاط يتفرموا، ما تفرموش في الخلاط عشان انا ما عنديش كبة، فرجعتهم تاني زي ما انت شفتوا كده لان الخلاط عاوز مية بقى وانا مش عاوزة الوصفة يتحط عليها مية، فرجعتهم تاني في الطبق زي كده. جبت بقى الرز كنت نقعاه ساعتين وجبت عليه ربع كيلو، جبت حوالي نص كيلو او ازيد شوية من النص كيلو الرز وربع كيلو من اللحمة المفرومة، وحطيت عليهم ملح وكمون وفلفل بالشكل ده، وحطيت نص معلقة صغيرة من الكربوناتو، ودي رشة بابريكا، وكده خلطت المكونات في بعضها. انا كان نفسي اعمل الكوبيبة الغمراوي فما عنديش كبة، قلت بقى ايه ادقها في الهون واجرب كده، وطلعت معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هي خشنة شوية بس انا قلت هتطلع حلوة. شوفوا بقى كده في النهاية هل الغلطة بقى كده هتطلع في الفرمان، فرمان الكفتة مثلا، بس انا بشوف في ناس بتحطها الرز بيكون اخشن من كده، فانا مش عارفة بصراحة العيب في ايه. وعملتها كده راس زي ما انتم شايفين زي ما هي بتتعمل بالظبط. بعد كده جبت صلصة من اللي انا مخزناها في الفريزر، جبت منها شوية، وعندي كيس كده شوربة برضو في التلاجة يكون شوربة حلوة كده، وجبتها على الصلصة وحطيتها كده بالشكل ده وحطيتهم كده لحد ما يغلوا. وهنا الشوربة بعد ما غلت هدت النار بقى كده تاني، بس هي كانت غلت خلاص، وبدأت ارص الكوبيبة بالشكل اللي انتم شايفينه ده بشكل دائري زي ما بتتعمل اقراص اقراص كده. صلوا على سيدنا محمد كده وحطوا لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس، واللي يشوف الوصفة كده يقول لي الغلطة كانت فين. مش كل الوصفات لازم تطلع ناجحة معانا، عادي ان احنا نغلط ونتعلم من بعض. ادي كده الشوربة وملحها متظبط وكل حاجة زي ما انتم شايفين، وادي كده مرصوصة بالشكل ده معلية النار عليها، وبعد كده هديت النار حسيت ان المية خلاص هتنشف وهي لسه ما استوتش، فحطيت لها كمان شوية من المية زي ما هتشوفوا برضو كده. ايوة كده انا حطيت زيادة مية كمان علشان حسيت ان الرز لسه يعني ايه لسه بدري على ما يستوي، وكده كان شكلها في النهاية. قولولي بقى الغلطة فين، واسفة على المنظر ونتعلم من بعض.